يسعد مساك ابو عساف لك كيفك كيف صحتك حبيبي لك بما انك عندك خبره بحط لك هيدي الصوره صار لي من يومين تطلع لي على التابلو هيدي الصوره صوره بريق الشاي وعم دور عليها ما عم لاقي وين بتعرف وين محطوط هذا بريق الشاي اخي الله يرضى عليك ايه يسعد مساك يا خي بسام كيفك شو اخبارك لك تقبرني كل ما يضوي معك هيدا على التابلو بريق الشاي دق لي صف على اليمين دق لي بمرق على الفرن بجيب لي زعتر وبنتروق سوا لقريتني موت حرقا ثم غرقا ثم دعسا بالهليكوبتر هذا مش بريق شاي شو اني فتحن لك مطبخ بالسيارة يا زلمة عم تبرم على بريق الشاي بالسيارة هذا للزيت هيدا هيدا بريق زيت بس يضوي يعني انت متارك احترق اخته يعني انت شو متيرك نشف من الزيت ما بقى في زيت هلا انت بتعرف انه سيارتك بتمشي على الزيت مش راح تعبي لها زيت عافيه هلا وتدق لي تقول لي عم بدوي معي الزيت شو بقلي بطاطا بس الله يرضى عليك انت مش لازم تسوق سياره انت هلا بجيب لك بسكليتي بتشتري لك وحده وبتصير تيجي وتروح فيها على المطعم اللي بتشتغل فيه الله يرضى عليك ما بقى تسم لي بدني بالخبريات تبا لقى وللتبلو تبعك والسلام عليكم